الله وبركاته. ازيكم واحلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا في احسن حال واحسن صحه يا رب العالمين. اهلا بيكم في قناتي قناه ملك النيرو. النهارده هنعمل مع بعض كرات اللحمه بصوص الطحينه بطريقه سهله وبسيطه ما بتاخدش وقت خالص. هنا عندنا كيلو ربع لحمه، عندنا بصل مفرومه في الكبه، عندنا فصين ثوم مفرومين، عندنا بقدونس، عندنا ملح وفلفل. يلا نبدا نقول بسم الله. هنا نحط كل المقادير على بعض، نحط البصل المفروم بالشكل ده كده، فصين الثوم، ده للتزيين، نحط ملح وفلفل اسود بالشكل ده كده. عايزه دلوقتي برضه تحطي بقى زي ما انت عايزه. نخلط كده كل المقادير مع بعض. هنشكلها على شكل كرات. بالشكل ده كده. كده خلصنا خلاص كل اللحمه كده بالشكل ده كده. بقى هنكورها بقى. هنا بقى هنكور اللحمه. هنعملها بالحجم ده كده عشان ما تكش في الفرن. انا حاطه البايركس زيت، في زيت في الارضيه، بالشكل ده كده. ممكن تحمريها في الطاسه على التيفال على النار بشوية زيت، بس انا هحمرها في الفرن بطريقة سهلة وبسيطة ومبتاخدش وقت خالص. هنكبرها شويه عشان هتكش في الفرن. حلوه جدا في العزومات على السفره، شكلها روعه. كده خلصنا كل الكميه، هنحطها 20 دقيقه في الفرن لغايه ما تستوي. هنعمل بقى صوص بتاع الطحينه. عندنا هنا كوبايه طحينه، كوبايه ميه، ليمونتين كبار، زيت زيتون. يلا نبدا نقول بسم الله. اول حاجه نحط كوبايه الطحينه بالشكل ده كده. هنحط بقى كوبايه الميه بالشكل ده كده، وهنحط زيت الزيتون. ما عندكيش زيتون حطي زيت عادي، اي زيت عندك يكون كريستال اي حاجه. دول حوالي معلقتين، وهنحط الليمون، هنحط بقى فلفل اسود بالشكل ده كده، هنحط شويه ملح صغيرين. هنخلط بقى كل المقادير كلها مع بعض. هنا عندنا الكفته هنا استوت، قعدت 20 دقيقه في الفرن. هنحط بقى عليها صوص الطحينه اللي احنا عملناه مع بعض. نقول بسم الله. بالشكل ده كده. هنقلب كده الصوص كده شويه كده، نحطه كده على الكفته، وهندخلها الفرن حوالي 5 دقائق كمان بالشكل ده كده. هنخلي الفرن حوالي 5 دقايق كمان كده. قاعد في الفرن اهي حوالي 4 دقايق كمان. شايفين الصوص جميل ازاي ما شاء الله وتماسك ازاي. هنزوق بقى بقدونس
كده بسم الله بالشكل ده كده، ريحتها ما شاء الله تجنن، وطريقة سهلة وبسيطة. ده الشكل النهائي للطبق بتاعنا النهاردة، طريقة سهلة وبسيطة ما خدتش وقت خالص. يا رب اكون افدتكم يا رب العالمين. ما تنسوش تحطوا للفيديو لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.